كالعادة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم. بنبدأ دايما بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أهمها تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، وكمان اجتماع سيادته مع كبار القادة قادة القوات المسلحة. أيضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال إبريل اللي فات، والحكومة أيضا نفت صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة أساس متين للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر إبريل الماضي. وأكد مدبولي حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوى والعمل على حلها. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده غير صحيح ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني. أيضا في محافظات مصر كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها توزيع أراضي على الراغبين بمنطقة توسعات مينا العريش في شمال سيناء وإنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي بطاقة 105 سرير في أسيوط. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح أنه تم الإعلان عن تنظيم 29 جلسة توعوية أو للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة في أسوان، بالإضافة إلى زيادة المساحة المزارعة بالقمح في بورسعيد، وأخبار تانية من محافظات أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي أعلنت عن توزيع أراضي على الراغبين في البناء من سكان منطقة توسعات ميناء العريش البحري الجاري العمل فيها، وهيتم مراعاة أن تكون واجهات المباني الخاصة بيهم كما كانت هي في منطقة الميناء. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد اللي بيجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية، استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. في الوادي الجديد قررت المحافظة وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الدخلة الخارجة أسيوط من الساعة 8 مساء ولحد 7 الصبح، وده حفاظاً على أرواح المواطنين نظراً لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة أنه تم فحص أكثر من 54 ألف مواطن ضمن خمس مبادرات رئاسية خلال شهر إبريل للمساهمة في الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر تحليق 52 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1450 سائح، واستحالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد أجرى فحص ل 3241 مريض منذ بداية تفعيل المنظومة، وبيتم تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو اللي بيكفل وصول الخدمة للمناطق النائية.
فأسوان شهدت المحافظة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية. وتم تنظيم 29 جلسة استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالي القرى والنجوع. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري بدء تنفيذ برامج التحصينات للحيوان الجديدة اللي وردت من دولة كولومبيا ومتحفظ عليها بالمحجر، وعددها 1085 عجل بقري، وتم تحصينها بالجرعة الأولى ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي. في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في نطاق بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9596 فدان وزادت ل 10138 فدان، منها 4000 فدان بمنطقة سهل الطينة، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.